ما بين التعليم التقليدي وتقنيات التعليم الإلكتروني ارتسمت قصة مستقبل، ارتقت السلم خطوة خطوة وسخرت كل ما كان لبناء الإنسان. فكانت الجامعة السعودية الإلكترونية، ففي العام 1432 للهجرة حددت البداية، وكان انتصار الإرادة، حيث صدر الأمر السامي رقم 37409 باء بتاريخ 10/9/1432 هجرية، بالموافقة على إنشاء أول جامعة سعودية إلكترونية مواكبة للتطور الدولي في التعليم العالي. كان هذا الأمر السامي هو النواة التي كونت معالم البداية ورسمت فصول الحكاية. جاءت فكرة الجامعة السعودية الإلكترونية لتحقق منظومة التعليم في المملكة، ونظر لأهمية اقتصاد المعرفة جاءت هذه الجامعة باستخدام نظام التعليم المدمج الذي يوفر الوقت والجهد والمال، وتركز على ثلاث مهارات أساسية هي المعرفة والمهارة والقيم والمبادئ، وأيضا لتحقق رغبة سوق العمل، ذلك أن متطلبات اللغة الإنجليزية هي متطلب جامعة. حيث شرعت الجامعة منذ الإعلان عن تأسيسها في استكمال مراحل نموها وركائزها كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي المدمج مدى الحياة. يميز الجامعة السعودية الإلكترونية تبنيها واحتضانها للشباب السعوديين حديثي التخرج، ولذلك قامت الجامعة منذ نشأتها باستقطاب حديثي التخرج من أبناء وبنات الوطن للمساهمة في الارتقاء بهذه الجامعة وإنشائها. ولكي تكون واحة معرفية تغذي عملية التنمية بصورة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، اتخذت الجامعة من مدينة الرياض مركزاً رئيسياً لها، وبعمل مستمر وجهد دؤوب اكتمل جزء كبير من بيئتها الأكاديمية والإدارية، حيث توسعت وافتتحت 10 فروع إضافية في جميع أرجاء المملكة، وذلك بهدف إيصال خدمة التعليم الجامعي لمختلف المناطق وبرسوم دراسية تتناسب مع الجميع. الهدف الرئيسي من وكالة الجامعة لشؤون الفروع هي تحقيق منظومة إدارية وأكاديمية فعالة لتحقيق أعلى المستويات التي تطمح إليها الجامعة في جميع الفروع. وتتكون الجامعة من 4 كليات ما بين علمية وأدبية، وهي كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم الصحية، وكلية العلوم والدراسات النظرية، والتي يتفرع عنها 15 قسماً متخصصاً، وهي تمنح درجات البكالوريوس والدرجات العليا بشهادات معترف بها من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة. وكالة الجامعة للشؤون التعليمية هي الوكالة المعنية بالطالب منذ دخوله إلى الجامعة إلى أن يتخرج، إضافة إلى متابعة مسيرة الطالب التعليمية خلال هذه الفترة، ومن ثم إذا انتهى الطالب من دراسته للدرجة العلمية التي سجل من أجلها يرجع مرة أخرى إلى عمادة القبول وشؤون الطلاب للحصول على شهادة أو وثيقة التخرج لنجاحه في هذه الجامعة وحصوله على الدرجة العلمية التي يرغب فيها. إضافة إلى أنه تم تدشين اختبار اللغة العربية المعياري لغير الناطقين بها عبر الإنترنت، وهو الاختبار الذي تميزت به الجامعة عن غيرها، وذلك لقياس الطلاقة اللغوية ومدى تمكن المتقدم من مختلف الجوانب اللغوية. تعني وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بعدد من القطاعات الحيوية، لعل من أبرزها عمادة الدراسات العليا التي تقدم عدد من برامج الماجستير في مختلف أنحاء المملكة، وكذلك عمادة البحث العلمي التي تقدم الدعم المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس لنشر نتائجهم العلمي. كما تشرف الوكالة على إدارة الابتعاث التي تعني بابتعاث أعضاء هيئة التدريس للحصول على درجات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك إدارة المصادر المعرفية وإدارة التدريب. ويشهد التعليم المدمج إقبالاً متزايداً من قبل أفراد المجتمع الذين رأوا فيه حلاً مناسباً لظروفهم المختلفة والتي كانت تعوقهم عن إكمال تعليمهم العالي، فضلاً عن قدرته على تذليل معضلة التباعد الجغرافي الذي يفصل بين المعلم والمتعلم، لا سيما بالنسبة للطالبات. وكالة التخطيط والتطوير والجودة بالجامعة السعودية الإلكترونية
هي إحدى وكالات الجامعة التي تعنى بتحقيق رؤية الجامعة من خلال التخطيط المستقبلي للجامعة والتطوير الأكاديمي والإداري، وكذلك ضبط الجودة الأكاديمية من خلال عمليات الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة الإدارية من خلال تقنين السياسات والإجراءات والعمليات الإدارية. كان المسوق الأكثر إلحاحاً لفكرة انطلاق الجامعة الإلكترونية هو استيعاب الطلبة الذين انخرطوا في سوق العمل ولديهم الرغبة في الدراسة الجامعية لاكتساب المعلومات والمهارات المطلوبة لتحسين أدائهم في وظائفهم، فضلاً عن الموظفين الذين يحتاجون إلى مواكبة ما استجد في حقول تخصصهم أو تغييره في ضوء حاجات سوق العمل. بالنسبة لتجربتي في هذه الجامعة أنا أعتبرها ناجحة جداً، يعني جامعة وفرت لي التخصص اللي أنا أحتاجه، وفرت لي أحدث الكتب في العلم اللي أنا أبغى أتعلمه، دكاترة محترفين جداً يعرفون ماذا يقولون. تجربتي في الجامعة كانت تجربة متميزة، تجربة ناجحة، وسعيد يعني بكل المقاييس. أولاً للنظام المدمج الجديد، الشغلة الثانية أنه يساعدك في تنظيم وقتك، يساعدك في استخدام الوقت وتقسيمه للتقسيم الأمثل بين العائلة، بين العمل، بين الشغلات المجتمعية وبين الدراسة. لو عاد بي الزمان مرة أخرى وأتيحت لي فرصة الالتحاق بالجامعة السعودية الإلكترونية، كنت بشدة سألتحق بالجامعة الإلكترونية السعودية. ليش؟ لأنه الحمد لله أزالت كثير من العقبات اللي كانت أمامي. أنا انقطعت عن الدراسة 25 سنة، الحمد لله بمميزات اللي أتاحتها الجامعة استطعت أواصل. هذا حلم كنت أحلمه سنوات طويلة. وبالتالي كانت الجامعة مرتعا خصبا لكثير من الطلبة ذوي الشرائح العمرية المختلفة والمناصب والوظائف المتعددة، حيث فتحت الجامعة أبوابها لكل شخص راغب في التعليم سواء في المدن أو في المناطق الريفية والنائية، وذلك ضمن حدود معقولة من التكلفة، وهو ما كان عاملاً مشجعاً ساهم في تزايد التحاق المزيد من الطلاب بهذا النمط من التعليم، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد عدد الملتحقين بالجامعة، وبناء على هذه الحاجة المستمرة والمتزايدة من جميع شرائح المجتمع ارتكزت الجامعة على قاعدة صلبة من الأهداف والقيم، والتي أولتها جل اهتمامها بغرض الإسهام بفاعلية في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة بالمملكة وزيادة كفاءة مؤسسات التعليم العالي من خلال تقديم نموذج تعليمي مرن ومتميز يعمل وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية والتي تتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل. كما وضعت الجامعة متطلبات المرحلة وما تحتاجها من تطور وتقنية في صلب أولوياتها، حيث اعتمدت في عملياتها التعليمية على أحدث وسائل التقنية وأنجح وسائل التعليم المدمج، ابتداء بالتعليم عن بعد والتعليم الممزوج، وأصولا عند التعليم التزامني وغير التزامني، وانتهاء بالتعلم المتنقل أو المحمول. وتم تجهيز مرافق ومباني الجامعة بأحدث التقنيات والقاعات الدراسية الذكية والتجهيزات اللوجستية لضمان توفير بيئة تعليمية مريحة وعالية التقنية، حيث راعت في إنشائها أحدث معايير ومقاييس الجودة. كما وفرت الجامعة أنظمة متخصصة لإدارة التعلم والمحتوى، وهو نظام يسمح بتقديم المقررات الإلكترونية والمحتوى العلمي بطريقة منظمة وسهلة التصفح، هذا فضلاً عن أنظمة فصول افتراضية لعقد محاضرات دراسية من خلال الإنترنت تتيح عرض محتوى التعليم بكافة أشكاله بالصوت والصورة، ومن خلال وسائل وتقنيات تعليمية تقدم مناخاً ملائماً للمشاركة في الحوارات واستعراض وحضور المحاضرات المسجلة والانضمام للصفوف الافتراضية وأداء أعمال الفصل وإرسالها إلكترونياً لأعضاء هيئة التدريس. إن الحديث عن الجامعة السعودية الإلكترونية هو حديث عن منجزات ونجاحات وسنوات من النماء والعطاء حتى غدت عنواناً لأوسمة التقدير والاستحقاق. فخلال سنوات عملها سعت الجامعة إلى توطيد شراكاتها الاستراتيجية بعدد من الجامعات العالمية مثل جامعة فرانكلين وجامعة أوهايو وجامعة ولاية كولورادو وغيرها، وذلك بهدف تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون الأميز في مجال التعليم المدمج والرائدة في مهارات التعليم الذاتي.
كما توفر الجامعة عيادة طبية بأحدث التجهيزات الطبية والإسعافية وغرف تمريض وضماد، حيث تأتي العيادة كجزء مكمل لمنظومة الخدمات التي تقدمها للطلاب. هذا وحصدت الجامعة العديد من الجوائز التقديرية سواء على مستوى الطلاب أو على مستوى الكليات ومؤسسات الجامعة، حيث نال طلابها مراكز متقدمة في مسابقات تقنية ومعلوماتية، وحققت الجامعة كذلك المركز الخامس لقياس التحول السادس للتعاملات الإلكترونية الحكومية، فضلاً عن إنجازات الجامعة المختلفة في مجالات دعم البرامج وأنظمة إدارة التعلم الذاتي. كما لم تكن الجامعة جزيرة معزولة عن محيطها المجتمعي، حيث كان لها أدوار مافتئة تحوطها باهتمام دائم، حيث تقوم بشكل مستمر بدعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، ومنها دعم حملات توعية الإعاقة الحركية التي تنظمها جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية، وذلك عبر توفير جميع متطلباتها لضمان قيام أعمالها على الوجه الأكمل. وفي حفل بهيج لموسم الحصاد وبعد 4 سنوات من الانطلاق، أقامت الجامعة حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب البكالوريوس والدفعة الثانية من طلاب الماجستير، حيث بلغ عدد الخريجين قرابة 400 خريج في مختلف التخصصات والمراحل، وهو احتفال رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حيث كان الاحتفال بمثابة تتويج أكاديمي لدور الجامعة في الإسهام بإعداد الطاقات البشرية الكفأة في المجالات المختلفة، وللإسهام في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والعلمي لدى المواطن. إن بلادكم أيها الإخوة تنظر إليكم نظرة تقدير واعتزاز، وتتطلع إلى كل شاب قادم لمجال العمل بالتحية والاحترام، فالشباب هم عماد الوطن وهم أذرعه المهمة، كيف لا وهم من هذه الجامعة ذات التخصصات الرائعة وهي الجامعة السعودية الإلكترونية التي ينشدها كل باحث عن التخصص الرائع والراقي. هذا الحجم من الإنجازات ما كان له أن يتحقق إلا بتخطيط مسبق وعمل دؤوب ورؤية واضحة تتوافق مع مستجدات التعلم ومتطلبات التنمية، فما بين الحاضر والمستقبل مسافات تقلصها الجامعة بخطواتها الواثقة وتمضي فيها بالعلم والمعرفة، فكل خطوة تخطوها تقربنا نحو مستقبل زاهر.